هو اللي يعني أعتقد إن الاجتماع اللي حصل مع سيادة الرئيس والقرارات اللي اتخذت هي قرارات شاملة تشمل حاجات كتيرة جدا، إنما اللي هيخصنا دلوقتي اللي هتكلم فيه هو تكريم الأطباء، وهو دعم الأطباء، مش بس الدعم المادي ولكن أيضا الدعم المعنوي بالتقدير. وتقدير سيادة الرئيس ده هو التقدير للدور العظيم اللي بيقوموا به، وهو ده يعني ده بيمثل الدولة كلها وتقديرها اللي هما بيوصلوا الليل بالنهار بيواجهوا الجائحة بكل التحديات اللي فيها، وهم غير مباليين بأي شيء، وده طبيعة شغلهم على فكرة، ده طبيعة شغل الفريق الصحي، إنما بان دلوقتي جليا في الجائحة والاحتياج ليهم وللخدمات اللي هم بيقدموها. الجميل كمان في الموضوع إن هو بيجي وقت حزمة من القرارات اللي هي بتساعدهم كمان على ان هم يشتغلوا مظبوط وان هم يدوا اكتر، وان هي في نفس الوقت بتديهم نوع من انواع الحماية من صندوق المخاطر، يعني بيكون في نوع من انواع الاطمئنان برضو المستحق ليهم كلهم فعلا. يعني اللي انا عايزة اقوله دلوقتي ان يكفي ان هم نفسهم اللي بينادوا الناس ان هم يقعدوا في البيت، وهم اللي بيوصلوا عملهم بيوصلوا كل مجهوداتهم، ده هي غير مباليين بهذا الخطر بصراحة، يعني لان احنا بنتعامل مع فيروس لسه ما حدش عارف عنه حاجة، وبالتالي هم بيتعاملوا مع شيء يعني ما نقدر نقول عليه مجهول، انما بنحاول كلنا، وهم طبعا اللي هم في خط المواجهة اللي بنقدر نحن نعتمد عليهم عشان خاطر نقدر نقول ان احنا فعلا متحكمين وبنحتوي الجائحة، وان احنا هم بيقدموا الرعاية الامثل للمرضى. ده طبعا بيتطلب مع الحزمة طبعا الحاجات اللي هي سيادة الرئيس قالها والقرارات اللي هي متخذة، ان فعلا ان القطاع الطبي ده هو لازم يكون هو ركيزة في الاستجابة، ولازم يتم الاستثمار فيه بصورة كبيرة جدا، لان احنا فعلا دلوقتي عرفنا ان احنا مش هنقدر ان احنا نواجه اي مخاطر او اي طوارئ بدون هذا الفريق الصحي، واللي هو لازم ننميه، ولازم اهم حاجة ان احنا نضمن سلامتهم الشخصية وحمايتهم وتوفير ادوات الوقاية الشخصية ليهم. فدي من الحاجات الاساسية طبعا مع التدريب وطبعا مع رفع المهارات وتقديم كل التسهيلات ليهم لتقديم العمل المنوط. طب قولي لي يا دكتور، ما هل حضرتك في نظرتك للبيانات اليومية لوزارة الصحة، اكيد هي بتختلف عننا احنا حتى كمواطنين، فبيكون ليها مردودات ومدلولات بالنسبة لحضرتك كطبيبة ومسؤولة سابقة ومسؤولة حالية، ازاي حضرتك بتشوفي او بتتابعي المعدلات اليومية اللي احنا دايما بنسمعها او حتى بننتظرها يوميا؟ انا شايفة المعدلات بس يعني بتزيد بالطريقة المتوقعة ليها في ظل الإجراءات اللي هي بتتم، إنما كل الإجراءات اللي بتتم دهيت مع الحظر في الحركة مع كل ده هو بيبطئ لي حدوث أو انتشار المرض. فهنا لازم نخلي بالنا إن إحنا دي الإجراءات دهيت بتبطئ انتشار المرض، بتخلينا أكثر عندنا فرصة إن إحنا نكون أكثر استعداداً للتعامل مع الزيادات المتوقعة. وهنا هقول إن في دور على الحكومة بتعمله، وبأؤكد على الدور الهام والمهم جدا للمجتمع وللأشخاص في الاستجابة، وفي لازم نحن نشوف الإجراءات اللي الدولة بتتخذها ولازم إن احنا ننفذها بحذافيرها، ولازم إن احنا نكون متأكدين وعارفين إن هذا الفيروس ما فيش حد مأمون إن هو لا يصاب بيه، وبالتالي كل الإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة بيقابلها إجراءات تتخذ من قبل المجتمع، وهما الاثنين بيتقابلوا في نقطة معينة إن احنا عايزين نوقف انتشار العدوى ونحتوي العدوى ونحتوي المرض بما يسمح لينا إن احنا نقول إن احنا بنوقف أو مش عايزين نوصل للانتشار المجتمعي. فإحنا لسه في هذه المرحلة، في المراحل اللي هي هنقول إن إحنا نتمنى إن إحنا ما نروحش ليها لأسلوب الانتشار الآخر، لأن ده هيبقى عبء على النظام الصحي وعبء على الناس نفسها
لما تزيد الإصابات. إنما كل دول لازم يكونوا يمشوا مع بعض، المجتمع مع الحكومة، والإجراءات الشديدة التي تتخذها الحكومة مع الإجراءات والخدمات التي تقدم من قبل النظام الصحي ومن الفرق الصحية. وبالتالي يجب أن يكون كل شخص مسؤول عن نفسه وعن عيلته وعن مجتمعه في تنفيذ هذه الإجراءات وهذه الاحتياطات. هو ليه يا فندم كله بيتكلم على هذا الأسبوع أنه هو أسبوع فاصل، أسبوع مصيري؟ لأن البعض لما سمع هذا الكلام قال إن إحنا بعد الأسبوع ده هنعود مرة أخرى للحياة الطبيعية. عايز أعرف من حضرتك قيمة هذا الأسبوع على مستوى تسلسل انتشار الفيروس، وبعد كده إن شاء الله ممكن الدنيا تكون ماشية إزاي. هو يعني هو لو إحنا وصلنا لحد الأسبوع ده هوت، فده معناتها إن إحنا مثلا عدينا حوالي ثلاث فترات من الانكوبيشن بيريد أو فترات الحضانة، اللي هو بيكون فيها التزايد اللي احنا عارفينه، اللي هو بنسميه التزايد المتسلسل للحالات. فهم بيقولوا لو ده يعني زي اختبار للإجراءات واختبار لمدى الإجراءات التي تطبق سواء على مستوى الحكومة أو على المستوى الأشخاص، إن هو نقول إن ده هو بيقول لنا هل احنا فعلا ماشيين في الطريق الصح واحنا قادرين نبطئ العدوى، ولا ان احنا دلوقتي فجاه الموضوع فلت مننا. وهما بيقولوا ده بيعتمد على الاجراءات وتطبيقها. انا يعني مش عايزه اقول ان هو ده هو الاسبوع الفاصل، ان كل الاسابيع القادمه هي اسابيع فاصله. فانا ما هقول ان احنا بنعمل مجهوداتنا دلوقتي وهنعمل مجهوداتنا كمان في الفتره القادمه، لان احنا حتى الان ما نعرفش الفيروس ده هو تصرفه هيكون ازاي، لما درجه الحراره تعلى، لما فدي كلها بنقول خلينا نتوقع الأسوأ انما نتمنى الافضل. يا ريت طبعا، واحنا بنتمنى ده طبعا يا دكتور. بس عايز اعرف من حضرتك كده قبل ما نختم، المهام اللي حضرتك اكلتي بيها طبعا كمبعوث خاص لمنظمه الصحه العالميه، ايه الواجبات او محدداتها اللي حضرتك بداتي تعملي عليها من اول ما بدات هذه الرحله وهذه القصه؟ هو المفروض ان المبعوثين هم 6 مبعوثين على مستوى العالم، والمبعوثين دول مفروض ان هم بيدعموا دور منظمه الصحه العالميه مع الدول، وبالاخص الدول اللي هي بيكون فيها اكثر احتياجا للدعوه والحراك السياسي والدعم السياسي. فهنا بنكون من خلال محاور كتيره بنتعامل فيها، بنتعامل من خلال الدعوه، بنتعامل من خلال ممكن النصائح الاستراتيجيه، ممكن ان احنا نشوف مع الدول ومع منظمات الصحه العالميه ايه هي الفجوات اللي موجوده، ونبتدي ان احنا يعني نكشفها ونشوف ازاي نقدر نتعامل وياها. وان احنا دايما بنؤكد ان هذه الجائحه ممكن التحكم فيها، يعني في اي لحظه وفي اي مرحله. واحنا شفنا تجارب الدول اللي قدامنا زي الصين، زي كوريا، زي سنغافوره، كل هذه الدول قدرت من خلال اجراءات حاسمه ان هي تتحكم في المرض وتحتوي العدوى وانتشارها في المجتمع. وبالتالي احنا بنؤكد ان كل النتائج وكل النتائج المتوقعه او اللي احنا بنشوفها سواء من الاصابات او من الوفيات هي بتعتمد على الاجراءات القويه التي تتخذها الدول. انما بنقول ان في كل مرحله هذه الجائحه ممكن احتوائها، وممكن ان احنا نقدر ان احنا نعكس الصوره اللي موجوده قدامنا، وده مش صعب ابدا، وده كله بيعتمد على استراتيجيات متكامله ممنهجه بتتم على ارض الواقع وتنفذ بقوه. فهو ده دي اللي احنا عايزين نقوله، يعني في اي لحظه لا احنا ممكن ان احنا فعلا نوقف سلسله انتشار المرض، وممكن قوي ان احنا ننتصر على الفيروس، وممكن ان احنا نثبت لكل الدول، ممكن ان كل الدول تثبت نجاحاتها وممكن تتعلم من اخفاقاتها، وان احنا مش عايزين نزهق ابدا. يعني دي رحله، الرحله دي مش مفروض ان هي نبتديها ونزهق في النص، لا احنا بنقول عايزين استدامه وعايزين نتعلم ونتعلم من الدول كلها
ونقول احنا ممكن نعمل ايه على حسب السياق الموجود في كل دوله. ده بقى زي ما اقول لحضرتك هي دي الرؤيه اللي بنعملها، وكمان ان احنا كمان بنساعد الدول، مش بس ان احنا نتكلم على الوضع الحالي ولكن ايضا وهي الدول مفروض ان احنا نقول ان احنا طيب احنا توقعاتنا ايه المستقبليه، يعني يكون شايفين طيب مع كل المراحل التي تتم. يعني دلوقتي في دول كثيره جدا عملت الريستريكشنز بتاعت الحركة، والناس تقعد في البيت، وقفل المحلات، وقفل وقفل، وكل كده. هو في دول أغلقت تماما. طب ما بعد هذا الإغلاق مفروض الدول تبتدي تستعد بخطط انتقالية. فكل ده هو مفروض أن الرؤية تبقى واضحة لمتخذ القرار على الخطوات التي يجب أن تتم حاليا وفي المستقبل، عشان خاطر لا نواجه بزيادة في أعداد المرض وزيادة في أعداد العدوى لا يستطيع النظام الصحي أن هو يتعامل وياه. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. دكتور ماء الرباط، وزيرة الصحة السابقة والمبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، بشكرك ألف شكر.